إلهي بما تسكله أقول كل ميري ماذا شان قروح ضبطان وأن كجت شان إنه آيه هنا هي أبوت كأندالي دهنا سد أنوران لها إلهي بكم هاتسن نبدأ يقروح ضان إلهي نسيي إلهي نو عن كرجينا نين ونور دمستيرو أنت نقدر لمن إن شاء الله وحنا لي هاي آدي هذا نسودوين يا مهاد علنت يورت يسودوين تو حلقة بصاحب ذي عدنا عزومتي عدنا سودوي سيئو أنت بقى وحنا لنا هاي وما هتسنتين عدنا بعد ذا نعطي ما داونا ذي مهادين سودوين لا وذين تجيل لين ولا شكر على الواجب شكرنا قد عيسى لكن قفك النبي عليه الصلاة والسلام حويري قفك خير ذي سمايا وجاسي وما سنتي ذا وإذا كما نقينا ما بدينا هاي قبل قبل ذيك سودو ذاي مارك إن شاء الله وحرالك أن هاي إنه دمستر مو دستور كدلك وحرالك أن هاي وسيد الله الشيعي هرت الدستور سماوي وإلهي نو سودي جيي بان يان لين هاي إسلام عن هاي كان وقودنا كان قابك أن الدوكة قودنا ملاهم وهاي مارك وحنا والك بدلي كرا وحنا والو داري كرا soo jeedimihii ay baarlamaanka sameeyeen oo in la daaho furo horta in lagu dul shaqeyn karo oo xirnaantii la furay horta baarlamaanka ay ku dhiriideen xukuumadii baarlamaanka waa ugu mahadnaqeynaa waa shaqo loo baahnaa geesinimadu aad bay u fiican tahay sababtoo ah waxaan nahay waxay dhahan maama afraxweena أفرحين كوالي قانا عيدا هن مهايستو هايستو من فقيرتو من هضنتو صبتو نوحو هايستو كليا كو دقن من فقيرو من هضمو انتان هدا سيدة يسو عوليه هاي وحوك بقايا وحكار ارمي كسو قلي واهن ماركا هورتا انان شيء هل شيء كو دقنانو عاكر رون انان اسكو ديسا مينو ووسو عنو تاس وايدن كو امان انا ان شاء الله تعالى قبل سنت هذه برشقة دي سعتي قبل جميلة أن نانتو جوجنا فعلي بان كان هاي إن شاء الله تلاقيون هرد أو تنسو جديسين أو أفرتان عطوب إن أنكسر طلب إننا واجرتي وعي طلعة كومنتيا ولا الله بنتونا ولا الله بنا إننا وأنا دسوسين تونا سد أي صاحب ده وشجعان ما دام ودستور كي هاي كي فدرال كودان لغو دقائي إن عطوب يضا ديمان تلو ينكو ده بحاية هيد مالين جوبلان لغيو مالين قلمدوغ لغيو مالين مالين مال لغيو مامولاد كاترسان وحاي ساعد يسا ومدنا وحاي اوطاهي وكا ورقباي اوطاهي ماركا واتاسل واسو جيدين إنا ماركا مبادين اي هادالك خير بادن بان إلهي كرجين إنا dalkeena cudugu haystaan inuu Ilaahay noo qaado insha Allah aan gacmaha is qabsano dastuurka horta sidaan uga duunaan laha shacabka la horgeyn laha waxa horta ka horeysa aniga aan qaba horta inaan u tafaxeedano wiilashan uu ku jirta qaba oo dadkeena iyo dalkeena go'doomiyay inaan iska qabano horta muhiimada aan siino qodobka labaad aan ka tashano marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin